ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت مصادر متطابقة أن الساحة الإعلامية بالمغرب فقدت أحد الوجوه المألوفة السابقة في القناة الثانية، ويتعلق الأمر بالصحفي إدريس أوهاب الذي وافته المنية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس. وتوفي الإعلامي السابق بالقناة الثانية بعد معاناة من مضاعفات صحية بسبب فيروس كورونا بمستشفى سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، ويعتبر الراحل من بين الصحفيين الأوائل بالقناة الثانية، حيث سبق له أن قدم نشرات الأخبار بها، إضافة إلى تقديمه مجموعة من البرامج استقبل فيها عددا كبير من السياسيين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.